السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. اليوم سنتحدث عن مشكل انطفاء هاتف الأندرويد سامسونج لوحده عندما تشتغل به في مدة معينة، رغم أنه يكون ممتلئ في الشاحن من ناحية الشاحن، لكنه ينطفئ في بعض الأحيان، رغم أنه تكون 50% مشحون أو أكثر أو أقل، وينطفئ ويصبح 0% بعدما تحاول أن تقوم بتعبئته. اليوم سنقوم بتجربة حل ينفع مع بعض الهواتف. سنقوم بحك هذه الأسنان بطريقة خفيفة بهذه الطريقة كما تلاحظون، ولا نضغط عليها، نقوم بنزع غطاء خفيف يكون على في هذه المنطقة، وبعدها سنقوم بعملية أخرى هناك من يقوم بفتح هذا الشاحن من الداخل ويقوم بتنظيفها من الداخل. أنا وقعت في هذا المشكل وتوصلت بهذا الحل، سأجربه أمامكم. وسنشاهد بعدها نقوم بوضع قليل من العطر ونقوم بمسح هذه الأماكن. بعدها سنجرب هل يشتغل بشكل جيد. إذا أعجبكم هذا الشرح قوموا بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب أو أبوني لتتوصلوا بجديد القناة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في شرح آخر. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الاشتراك سابوني بالفرنسية أو سبسكرايب بالإنجليزية، والضغط هنا للتوصل بآخر الفيديوهات التي نقوم بتحميلها على اليوتيوب.